روز كانت مختفية، وين بتكون؟ الخرز. بتكون بالخرز. اللي ساعة قاعدة عم تدور وين روز؟ ليش ما طالع صوتها غريبة؟ جيت عم تدور هاي ولا بلاقيها قاعدة عم تسوي خرز؟ قلت والله هيدي فرصة افتح الكاميرا واصور للسكرات. فاجأتك يا روز؟ ايه. شو عم تساوي؟ عم سوي فتيات القوة. شو هو؟ خاتم اسوارات القوة بس باقي لي اخضر، من اخضر وشو اسمه ذاك اللون؟ زهرة. احمر. فتيات القوة زهر. احمر. زهرة. والله وريني طيب كيف؟ هذا الضفدع. اوه. بس سويته بالخيط عشان هذا كثير. هذا ضفدع؟ طب حطي لي اياه منيح عشان يبين. صبر علي اسوي انا. نعم. حطي هوني. اصلا ما بقدر اسوي. خاتم على شكل خرز ضفدع. طيب شو رايك تسلمي على السكرات؟ وهاي السكرات نحن نورجك في الفيديو الجديد. عنوان فيديو اليوم لا راح نسوي لكم معاك الخرز الجزء الثاني كثير. اوه طاحت الحمايه. كثير طلبتوا مننا الخرز، فانا لما شفت روز قاعده عم تشتغل بالخرز قلت والله فرصه وما راح اضيعها على السكرات وراح اصورها، مع انه نحن اليوم كنا مخططين نصور لكم فيديو ثاني، بس بما انه شفت روز قاعده عم تشتغل بالخرز فقلت خلاص هذا هو الفيديو. والفيديو الثاني اللي نحن مخططينه ان شاء الله بينزل لكم بكره. تمام؟ تمام. حابين نتشكركم كثير على ال 300,000. طلعي في ماما شو المفاجاه؟ المفاجأة هي هلا بعد حتصور اليوم؟ إن شاء الله. كأنه صار؟ لا لسه بيكون صار. شكرا لكم كثير. شو رأيك شو أحط زينة؟ لحظة لنتشكرهم أول إشي للسكرات. شكرا لكم وأنا بحبكم كثير على ال 300، أنا بحبكم كثير على أنا بحبكم عشان وصلتونا 300,000 وشو اسمه؟ وقاطعة على قناتي، أنا عارفة إني قاطعة بس ان شاء الله بترجع لما عليكم. المهم نحن كثير يعني قناتي اصلا المفروض تكون روتينات وما عندي روتينات، يعني ما عندي افكار، عم بس انا تجي المدرسه اصور لكم روتين المدرسي. المهم نحن كثير بنحبكم، نحن كثير بنحبكم وشكرا لكم لانكم وصلتونا. شكرا لانكم حبيتونا وشكرا لاي احد هيك اشترك بقناتنا. عايزه اسوي لهم جوله سريعه يا خرزه. يلا تفضلي. عندك المهم انه روز دائما لازم تحب تقاطعني بالكلام. اوكي تفضلي. عندنا هذا اول خرز المفروض كان لنور بس خلاص صار لإله. ايوه هذا يعني انا عادي بخليهم يستخدموا خرزه. راح عادي رصاصه فيلر رصاصه وسكره. ما ادري شو لونه عندهم. انا هذا حاببته الضفدع. انا سويته بايام الاجازه الهديك دي. ايوه هيك يبين شكله ليك. هيك يبين كيوت. طيب هذا ما خلصتي انت هلا خاتم الفتيات القوة اللي باللون الازرق؟ صبر يلا عشان نوريهم للسكرات. كويس اكيد اكيد متحمسين. بس باقي لي واحد. يلا اوكي بس احط شكل نعتي نختار من هوني. اكتبوا لنا شو حاب. اسمعوا الراحة النفسية. اخذ هاللون. اوكي حلو يلبق معه. يلا بسم الله. صبر بتوتر ما بحب. اكتبوا لنا شو مخططاتكم بالاجازه لانه في اجازه عنا يوم الاحد. انا كثير مبسوطه عشان يوم الاحد منصه فنحن بس رح داوم يومين كذي كانه احد واثنين بس. بكره ان شاء الله رح تنزل لكم مفاجاه روز بمناسبه وصولها ل 300,000. وبعد بكره رح ننزل لكم روتين روز بالاجازه تبعت يوم الاحد. يلا. اوكي تفضلي. يلا هلا كيف بدك تسويها يا روز؟ اربطها بس انا ما بعرف اربطها، دائما بخلي اخواتي. أول إشي كيف حطيتي شو اللون؟ وريني. أخ أزرق فاتح
وأزرق غامق. هيدي اللي بده يسوي فتيات القوة. والمرة الجاية رح يكون زهرة فاتح وزهرة غامق. طيب. في اليوم الأحد بالإجازة. طيب يلا تعالي نربط لك إياها ونرجع لهم، أوكي؟ يلا. وترررر، شو رأيكم فيه؟ هيدا خاتم فتيات القوة باللون الأزرق. واو. اكتبوا لي بالتعليقات انتم مين اكثر شخصيه بتحبوها، الازرق ولا الاخضر ولا الزهريه؟ ليش انت بتقولي الزهريه؟ هي الحمراء. لا هي زهريه. اكتبوا لنا بالتعليقات هي زهريه ولا حمراء. ايوه بالضبط. شو رايكم بخاتم فتيات القوة اللي باللون الازرق؟ شو بدك توريهم؟ لا 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 لا. روز من هواياتها التلوين. التلوين والرسم. كتير 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 بتحب لذلك. هذا اللون معاها؟ شوفه شوفه شوفه. شو بدك توريهم؟ هذا لونه. شو بدك تلونيلهم؟ هاي. اه يلا. شوفوا هاي لازم لونه زي هيك. ما تقولوا لي ليش الشعر غير، انا ما شفت هاي اول. بس عادي اللون. تعالي نسكر اول اشي الرز هيدي الخرز. لا يوقعوا علينا. ايوه. بعدين عن جد يصير عنا راحة نفسية. خلينا هون عادي عشان نبدأ. أنا هيدا كتير حابب تضفتها. يلا نبدأ. يلا. شو راح تستخدمي هلا؟ أي لون؟ هلا حنستخدم، حطيت البلاشر ظل عيون. آه اللون الأزرق. أيوة هلا بعيدة أحط له خدودة لون أحمر. ايه هون محطوط هون احمر زهر حتى ما عنده الاحمر هون. الا هون لا بس احلى زهرة وردة. الله 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 الله. يلا نبدأ. لا نبدأ بالجد. يلا بدنا نجيب اللون الازرق فاتح. شو بدك تلوني؟ الفستان. شوفوا في غلط عندهم. شو هو؟ صح هوني في كعب. هوني ما في كعب. برافو عليك. شطورة والله. صبر والله انا بنسى. والله صعبة. معلش. ايوه هوني لازم بنفسجي وأزرق. صح. لا هاني فاضي. ترررر. اكتبولي. بدي اجيب دورة. شو اسمها؟ دورة. 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 تلونية. يا. خلاص تكرمي بس نروح السوق. تكرمي اذا شفت لك دورة راح اجيب لك وتلونيها. وانت طبعا اكيد اكيد ما نصور لكم. صور عادي صور وريها السكر. يلا طب وين السلم السبورة عندك؟ يلا 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 مين بحب ريحة قلم السبورة؟ روز. روز اللي بتحب. يلا نبدأ نوريها مخطي بحرف الحاء. يلا لانه انا هذا هو خطي. يلا. يا مبدعة. ليش يا اخي مايل؟ ليش يا مبدعة؟ انت بس كمان الحرف الاول. سوينا خط. الله 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 الله. ايش بصهم بسووا هيك؟ ايش هالحلاوة هذا؟ ها نكتب جود جوري. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رايكم بخطة لروز جوري. وش هالخط الحلو؟ حور. شو هالابداع؟ شكرا. يلا انت شو اساميك من هدول؟ وزيد اسم. جودي. جوري. هي كتبت. صح. اي عفوا معلش. جمانة. هي مبسوطة على الحرف الحاء والجيم كيف قاعدة عم تكتبه. صح يا روز؟ ما يذكرنا المهم. المهم اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات شو رايكم بخاتم فتيات القوه اللي باللون الازرق باللون ورونا انت كيف بتكتبوا الاثنين هيك. صح
صبر يا اخي، انا خطة ليش ما عم يزبط قدامكم عشان تتفشلي. هيك مو انتوا فهمتونا كيف قصدي ولا هيك؟ اوكي ولا هيك؟ ايوه هيك. ولا هيك؟ انا بكتب هذا. برافو عليك، شطورة انت. سبك الخير. طيب يلا تأخر الوقت، لازم تقومي تجهزي حالك يا روز عشان المفاجأة. اوكي بس الفيديو، فيديو المفاجأة راح ينزلكم بكرة، بكرة العصر ان شاء الله. ان شاء الله بس حبينا هيك نطلع عليكم ونتشكركم. واو يا ريت جبت ال او ال، انا جبت هاي. خلاص ان شاء الله بس لروح ذكريني اجيب، لانه كنا مستعجلين فجبت اي وحدة، طلعت لي هاي فانا كنت عم دور طق طق طق. وبس هيك كان فيديو اليوم، لا تحطوا لايك وشير والسبسكرايب وجتبه يوصلكم كل شيء جديد، وحساباتي تحت بالوصف. وصلنا هذا الفيديو؟ لا الف لايك، بنحبكم كثير وضيفونا بالسناب. وبس سلام، استاذ المفاجأة بكره.